احنا جينا قبل حوالي 3 أشهر وزارة الداخلية مع وزارة العمل قدمنا مقترح في مجلس الوزراء لتسوية وضع العمالة العربية والأجنبية الموجودة في العراق بشكل غير قانوني. اي جيد، كان قرار 45 يوم يمكن 45 يوم. جيد. هذا اعلناه من يوم 19/3. يبدو الى الان ما واضحة الصورة عند ارباب العمل ولا عند اصحاب العمل ولا حد ولا عند نفس العمال، لانه اليوم انا طلبت تقرير عن العدد المسجلين للتسجيل يمنا في وزارة العمل. صار لنا اليوم حدود الاسبوعين المسجلين عندنا 1000 اللي يجوا حتى يسوون تسوية لوضعهم. هذا معناته أنه الصورة غير واضحة أو الإعلان غير واضح. 45 يوم عمل بدأت من يوم 19/3، رب العمل يجي يصرح عن عماله، وكل عمل سابقا العامل كان يدفع 1.5 مليون الرسوم، سويناها 350,000، يعني خفضناها أكثر من 70%. العامل حتى يأخذ تصريح العمل. وبعد نهاية 45 يوم ستخرج لجان تفتيشية مشتركة بين الداخلية ووزارة العمل، وأي رب عمل نجد عنده أجانب سيغرم ويعاقب، والعمال يبعدون من العراق ولا يسمح لهم بالعودة إلى العراق مرة أخرى لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وعليه هي فرصة ممنوحة بقى من عدها شهر، يعني 30 يوم عمل، لأن هي 45 يوم عمل. نعم. قد تكون مدة شهرين مع العطل، فهي فرصة لا زالت موجودة، والتسجيل من خلال دوائر وزارة العمل. كل رب عمل لديه عمال ما عدا حتى طبعا حتى مدبرات المنازل، لكن مدبرات المنازل معفي من أن يكون مقابلهم عامل عراقي. مدبرات المنزل والمعيد المتفرغ، يعني هنالك رجال يجمعين لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، دول معفيين من أن يكون قباله عامل عراقي الأجنبي. أما عامل عراقي قباله أجنبي. أما كل أنواع العمال الأخرى طبعا حسيت تقول لي يجوز هم ماكو، فلذلك صار أسبوعين سجلوا 1000. أقول لك لا، إحنا وفق الإحصائيات اللي عندنا. خوف عند رب العمل، خاف يسوون إجراءات قانونية. ما نسوي إجراءات قانونية، بالعكس هو أول مرة. إذا قال لك عمي ذولا عدي 10 بس خوف استرعى. شو نسوي له؟ ماكو أي إجراء قانوني. يجي يسجلهم، بالعكس راح نخفض له الرسم من 1.5 مليون يدفع 350 250,000 و100، يصير 350,000، نعطيه تصريح العمل ويروح يجدد الإقامة في وزارة الداخلية ويعمل بشكل طبيعي، ولكن يسجل بالضمان بعد. هذا يدفع له.